ان هو اللي هينهض بمصر. ايضا السياحه هي اهم شيء احنا حاطين عليه امال كبيره جدا. فتحيه للمنتج وخبير السياحه الدكتور عادل حسن. وإذا قلنا إن التعليم مهم وإذا قلنا إن الصحة مهمة كمان، إحنا في انتظار المستقبل للسياحة، لأن السياحة هي الدخل الكبير جدا لمصر. وأعتقد كتير من الأجيال الجديدة لما بتطلع بيبقى عينها دايما إنها عايزة تشتغل في السياحة، لأن السياحة دي حلم كل الأجيال في كل مجالات السياحة. وإحنا مهتمين جداً أن يكون عندنا جيل متفتح وواعي لأهمية السياحة لجذب السياح، لأن بلاد ما فيهاش أي حاجة، لا فيها أثار ولا فيها مدن زي عندنا، ولا فيها شرم ولا فيها الأقصر ولا فيها إسكندرية ولا الساحل الشمالي، ولكن البلد بتحقق أعلى إيرادات من السياحة، وبقت هي البلد رقم واحد، طبعا بلد من البلاد العربية الكبيرة. فاحنا عايزين نرجع سياحتنا، والنهاردة رجل السياحة والمنتج الكبير عادل حسني النهاردة بيتكرم مع جيل جديد طالع علشان يعرفهم أهمية السياحة وأهمية الجيل ده إزاي يحترم الضيف اللي بيجيله لبلده، وأهمية الفن برضو من خلال أعمال ناجحة بيعملها. دكتور عادل حسني بقولك ألف أهلا وسهلا ومبروك علينا كلنا. طبعا السياحة دي انت اشتغلت فيها عمرك كله، يمكن الفن دخيل عليه، وهو بنقول عمود من أعمدة الحياة. بس السياحة حاجة، دي أهم حاجة في الاقتصاد القومي، ده نمرة واحد. إنما عايز أقول حاجة مهمة جدا، إحنا أي حاجة تتضرب في مصر اتضربت السياحة، أي حادثة صغيرة في أي دولة عربية تتضرب عندنا السياحة، لأن هم بيعتبروا أي دولة عربية تبقى مصر، فتتدرب فيها السياحة على طول، والناس تبتدي، والإعلام الصهيوني دي فرصته في الشغل، بحيث أنه يصطاد السياح يوديهم على إسرائيل بدل من مصر، خاصة أن إسرائيل فيها حاجات كتيرة ما تشبه مصر ما عدا الآثار. مش أي حد مدام بوسي يقدر يشتغل في السياحة أبدا، مش كل واحد. السياحة زي الفنان، في بيبقى موهوب من جواه، مولود بحتة كده تخليه يبقى فنان. فالسياحة نفسها بالظبط كده فن، فن من نوع فن، أهمه وعلى رأسه إنه يكون عنده الموهبة دي. طب إيه الموهبة دي؟ ممكن يكون عنده الموهبة ما عندهش شكل. السياحة كلها منظرة، احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنصور احلى حاجات، مثلا جنب الهرم بنصور حاجات في شرم الشيخ، بنصور تحت المية، بنصور الغوص، الحاجات دي كلها. طب بنصورها ليه؟ للجمال. فيبقى لازم اللي بيشتغل في السياحة ده لازم يكون عنده سنس الجمال، سنس الجمال، سنس الـ في حاجة اسمها قبول في الفن، برضه لازم يكون عنده قبول في السياحة، عشان إذا ما كانش عنده قبول ما حدش هيرضى يقعد معاه، واللي عاوز يقعد معاه وما فيش القبول ده فعاوز يخلص بقى دقيقتين ويجري يلا. إنما لو عنده قبول عاوز يقعد بقى ويتكلم ويسأل. نصيحتك إيه النهاردة للجيل الجديد اللي طالع بيتخرج النهاردة وانتوا حاضرين تكريمه وبيكرموكوا جايبينكم كرمز مهم جدا للأجيال اللي بصي الأجيال دي مهمة جدا، خاصة اللي احنا فيها دلوقتي. ليه؟ لأن دولة السياحة لغات، مش هنتكلم عن السياحة العربية وإنما السياحة الأجنبية اللي بتيجي بالمل يعني بكذا مليون سائح، فدول اللي بيجوا اللي عاوزين لغات بعدة لغات، سواء فرنسي، فرنساوي، إنجليزي، ألماني، صيني، كل الحاجات دي دلوقتي. فبقى إذن اللغات دي مهمة جدا ومدارس اللغات دي مهمة جدا. وزي ما قلت لك من دولة لو في 50 واحد متخرجين
ممكن 10 ينفعوا في السياحه مش كلهم. فازاي يتنقوا؟ يتنقوا على الشروط اللي احنا قلنا عليها. احنا شفنا من كام يوم كده عملوا امتحان عشان يعينوا مديرين مكاتب السياحه في الخارج. اللي عنده فرنساوي يبقى في فرنسا، يبقى في بلجيكا، يبقى اللي عنده انجليزي يبقى في امريكا، يبقى في انجلترا، يبقى وهكذا. التصوري عملوا امتحان لدول كله وعلى راسهم مدير المكتب اللي بيختار. مدير المكتب ما جابش اكتر من 64%. طب ازاي انت هتتكلم مع سياح؟ ازاي هتتكلم مع دول؟ ازاي هتتكلم مع مسؤولين وانت عندك 64%؟ يا دوبك يعني تمشي الدنيا؟ لا، ده انت لازم تبقى مينيمم 90%، 99%، مش 64 و60. فاذا اللغات دي مهمه جدا 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 جدا، بالاضافه الى ما قلت عليه القبول، عشان يقدر يتكلم مع الناس والمسؤولين ويعملوا بروتوكولات ويعملوا ويعملوا ويعملوا. اتمنى طبعا ده يكون موجود في الجيل الجديد اللي طالع. الى جانب السياحه كمان، انا عارفه ان انت اهتمامك بالفن لا يقل عن اهتمامك بالسياحه، وبتحضر لعمل مهم جدا، هو طبعا مش لرمضان ده. انا عايز ادخل على الفن بقى، يعني احنا خلاص اتكلمنا عن السياحه، بس عايزين ناخد الفن والعمل الجديد بديعه ونجيب. ولطيفة هي هتعمل بديعة مصابني، بس معرفناش مين نجيب في كلام لغاية دلوقتي. احنا عمالين مهدي ابو عميرة هو المؤلف، محمد الغيتي، الاستاذ محمد الغيتي كاتب حاجات خطيرة جدا وجميلة جدا، وهي ملزمة درامية سياسية فنية. حكاية نجيب وبديعة لها حاجات كتيرة أوي، داخلة في حاجات كتيرة أوي، مش هما بس، ده فيها سمية جمال وفيها تحية كاريوكا وفيها التاريخ كله بقى بتاع ده كله متجمع في ده. فهو والأستاذ مجدي أبو عميرة احنا قعدنا نقراها سطر سطر وأعجب بيها جدا. النهارده احنا بنحضر الكاسترو على رأسهم طبعا الفنانة الكبيرة لطيفة، وهي لطيفة فعلا، وأتمنى إنها يعني عارفة الدور دور فنانة. بديعة مصابني جاية فنانة، جاية من لبنان عشان تشتغل في مصر فنانة، فهي بتجري ورا عزيز عيد ونجيب الريحاني والمجموعة دي، وإزاي يتقابلوا وإزاي يتعاملوا، قصة خطيرة جدا. ده هيجهز لرمضان القادم إن شاء الله؟ مش ده، ولا ممكن يبقى في سوق مفتوح بعيدا عن رمضان؟ مش رمضان ده، خلاص ده رمضان ده بعد بكرة. ما احنا بنحضر فيه لرمضان 16 ان شاء الله. في الفترة اللي بين ده وده في مسلسل تاني بتاع فداء الشندويلي ان شاء الله، ده حلو قوي، وقصة احنا عاوزينها من زمان. وفداء انت عارفة شاطر في كتابته، كوميدي، بيكتب بيكتب كوميدي، والمرة دي مش كوميدي بقى، ده المرة دي قصة حب خطيرة جدا بيولد فيها حب الناس اللي كانت يعني الناس كلها عاوزاه، الناس كلها عاوزة تحب بحب الناس لجيرانها لحبايبها لرؤسائها لبلدها لكل الناس، الحب ده حاجة كبيرة جدا. فهو ده إن شاء الله 60 حلقة إن شاء الله. لو اتكلمنا عن تاريخ الإعلام المشرف، لو اتكلمنا عن الإعلاميين اللي قدموا حياتهم ومجهودهم ووطنيتهم لمصر، كانوا دايما بيقولوا الكلمة، كانوا دايما ما بيمشوش ورا الفرقعة، ما بيجروش ورا الفلوس، قدموا لمصر الكتير، لفت بسواح كل أماكن السياحة الجميلة في مصر، وقدمت في دردشة كل الرموز الوطنية المحبة لمصر. هي أستاذتي في الإعلام، اتعلمت منها الكثير، حبيت مهنة المذيع منها ومن جهة، عطائها لسه كبير ومنتظرين منها الكثير. تحية كبيرة لأستاذة الإعلام الإعلامية سهير شلبي.
وبقول ميرسي قوي قوي. انا عليا دمعت والله يا روسي ما سمعت التقديم، حسيت ان عمري وشقايا وتعبي بجد يا دكتور صبوره مشكورك جدا جدا، كل دول ما راحوش هدر. وبقول لشبابنا اللي النهارده بيتخرجوا بقول لكم الف مبروك، بقول لكم نصيحه من قلبي، حبوا قوي بلدكم، حبوا قوي اللي بتعملوه عشان تنجحوا. احنا اشتغلنا ما كسبناش فلوس، ما كسبناش ماديات، لكن خدنا رصيد حب واحترام كبير جدا جدا، انا فخوره بيه وبعتز بيه جدا. بقول لكم النهارده الف مبروك لشبابنا الحلوين، الف مبروك. بشكر دكتور صبوره، بشكرك يا بوسي، وانا سعيده جدا جدا بتكريم النهارده، بشكركم جدا. اتعلمنا منهم الاحترام، اتعلمنا منهم يعني ايه اعلام بجد، اتعلمنا منهم الاعلام اللي بيقدم رسالة، مش الاعلام اللي بيبحث عن الشهرة والفرقعة او بيجري ورا الفلوس او بيجري ورا الاعلانات. قدموا لمصر كتير، قدموا حياتهم وقدموا مجهود كبير بذلوه على مدار 30 سنة، شالوا التلفزيون المصري اللي خرج منه كل القنوات اللي موجودة، الفضل كله يرجع للإعلاميين دول اللي هم اللي سطروا شكل الإعلام المحترم في مصر، وهي واحدة من الإعلاميات اللي بعتز بيها وبعتبرها مثل أعلى ليا، وهي أستاذتي بجد الإعلامية الكبيرة سهير شلبي. بقولك ألف مبروك التكريم حبيبتي يا بوسي، ميرسي قوي على الكلام، كنت هدمع والله. بس ده بجد يعني، يمكن الفتره اللي فاتت على الفيسبوك حاطين صوركم كلكم انتوا الدفعه كلها اللي صنعتوا الاعلام، وقال لك هو ده الاعلام اللي بنتمنى يرجع تاني، الاعلام اللي كان بيقول كلمه شرف وكلمه حق وكلمه فضيله، الاعلام اللي ما كانش بيجري ورا الفرقعه ولا المكسب السريع ولا الملايين. انتوا عمركم ما شفتوا الملايين اللي بتتاكل. والله انا كان نفسي اشتغل سنه واحده بس الإعلام الجديد بالأرقام اللي بسمعها دي. أنت عارفة احنا اشتغلنا العمر كله عشقا وحبا في هذه المهنة بجد، وبحثا عن القيمة، وبحثا عن الجيد، وبحثا عن ما يخدم بلدي. يعني أنا برنامجي سواحدة، أنا طفت جمهورية مصر العربية دي 10 سنين بلف كده، عارفة من العريش للأقصر لأسوان للغردقة لشرم لإسكندرية لبورسعيد، بقدم صورة حلوة، بقدم شيء جميل لبلدي، أو بقول أدي وجه بلدي الحلو. في دردشة قدمت قمم مصر الجميلة، في قيمة، في كلمة، في يعني حرف حدمع والله. احنا مش عايزين ندمع النهارده احنا جايين امل لجيل جديد طالع داخل على الحياه، مقبل على الحياه، عنده طموحات وعنده احلام، وانتم دستوا في الحياه وشفتوا الحلو والمر. النهارده انتم اللي هتنصحوهم، النهارده تكريمكم ليهم مش شهاده بتاخدوها وتمشوا، لا، انتم النهارده بتصنعوا مستقبل جيل جديد، تقولي لهم ايه؟ والله يا بوسي انا بقول الضمير ثم الضمير ثم الضمير. يا جماعة شوية الضمير بس، يبقى يعني الكلمة مسؤولية بجد. انتوا شباب المستقبل، انتوا جيل المستقبل، انتوا اللي هتنهضوا بهذه البلد، انتوا رجالة مصر، انتوا رجالتنا بقى، انتوا الرجالة بتوعنا بتوع المستقبل. عايزين نشيل البلد، عايزين ننهض بهذه البلد، بلدنا اللي بنحبها واللي بنعشق ترابها واللي فضلها علينا كلنا، عايزين ننهض بهذه البلد. يا جماعة الكلمة مسؤولية، الكلمة ضمير، أرجوكم خلوا بالكم، خلوا بالكم. أنا بيسئني جدا جدا الإعلام اللي فيه إثارة، الإعلام اللي فيه سلبيات، الإعلام اللي فيه فوضى، الإعلام اللي بيبث طاقة سلبية، الإعلام اللي بيهاجم ماسبيرو. عيب عليكم، ده ماسبيرو يا جماعة، ما ينفعش نقول عشان نروح وكالة البلح بنعلمها بماسبيرو، لا، ده ماسبيرو ده يعني عيب، ده تاريخ مصر. ماسبيرو ده مبنى الإذاعة والتلفزيون، ده زي برج القاهرة. ده ماسبيرو ده كل اللي بيشتغل في الإعلام
خرجوا من يفوزوا خرج من كلنا من كل اللي بيشتغلوا في القنوات كلهم من مصفيرو سواء كانوا مذيعات ولا مذيعين ولا مصورين ومخرجين وكل كل ولا معدين. مصفيرو ده رمز الله يرجع تاني ان شاء الله هيرجع على فكره كونوا في كبوه كده صغيره لكن ان شاء الله هيرجع. يعني بيسئني قوي 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 الإساءة لرموز مصر سواء كانت أماكن أو شخصيات. لا عيب، لازم كل حد يبقى له كبير ولا إيه؟ يعني إحنا طبعا سعداء بتكريمك النهاردة وسعداء إن إحنا بنشوفك بشبابك وحيويتك دايما على الشاشة، وإحنا في انتظار عطائك لسه كمان تكملي وتعملي لنا حاجات حلوة الفترة اللي جاية إن شاء الله. وزي إحنا بنقول على قنوات النهار، اللي جاي أحلى، اللي جاي أحلى أكيد إن شاء الله يا بوسي. إن شاء الله يعني طول ما إحنا موجودين، إحنا أنت عارفة عاملين على الفيسبوك حاجة جديدة وبنشيرها، عاملين حاجة اسمها الإعلام البديل المحترم، وبنشير الإيجابيات، بنشير صورة ميدان رمسيس بعد تطويره، بنشير الأوتوبيسات الجديدة اللي موجودة في البلد، بنشير كل ما هو إيجابي تم تطويره وبنحطه على الفيسبوك علشان يعني بنصارع بيه كل ما هو سيء وسلبي. حرام عليكم بقى، دي بلدنا، فإحنا عايزين ينضم لينا برضو ناس تانية، وناس تانية عمالة بتشير معانا، ونقول يا جماعة إحنا الإعلام البديل المحترم. بتجمع كل النجوم الوجبة الدسمة قبل رمضان وفي رمضان وكل الاستفتاءات السنة اللي فاتت. النهار دراما رقم واحد، وانتظروا من النهار دراما المزيد وأحلى المسلسلات هتشوفوها إن شاء الله في رمضان اللي جاي. وده لأن فيه كتيبة كبيرة بتشتغل، كتيبة من الشباب وعلى رأسهم رئيس قناة الدراما محمد الجزم. النهاردة يعني طبعا تكريم كبير جدا لقنوات النهار دراما. قناة النهار دراما في كل الاستفتاءات طلعت رقم واحد. قناة النهار دراما كان ليها السبق انها فتحت سوق جديدة بعيدا عن رمضان، وحققت جذب كبير للمشاهدين من خلال اعمال ناجحة، الصندوق الاسود والوان الطيف وقلوب وجبل الحلال بيتزع دلوقتي، ومحققة نجاح كبير جدا برا رمضان، الى جانب النجاح اللي دايما بتطلع بعد استفتاءات رمضان كل سنة انها رقم واحد. انا بشوف النجاح ده بيرجع لنشاط كبير بيقوموا بيه كل من اول رئيس مجلس ادارة قنوات النهار لغاية رئيس قناة النهار الشاب اللي طموح، اللي شايف ان لازم يصنع شيء جميل من خلال قنوات النهار الدراما. محمد الجزوي بقول لك الف مبروك، وسعيد ان انا معاك النهاردة في تكريم جديد، ويمكن الاستفتاء الاخير اللي اتعمل على مستوى القنوات الفضائية طلعت النهار دراما. احنا اللي سعيد، انا سعيد بيكي طبعا، وسعيد ان انا موجود معاكي، واحنا دايما يعني النهار دراما انت دايما سبب في تكريمها ووجودك معانا شيء لطيف. انا بسعد بيها لان هي بتجمع كل النجوم، وانت عارفني انا مع احلى النجوم، وبحب دايما اشوف النجوم في مكانتهم الحلوه. ربنا يخليكي. احنا طبعا الفترات اللي فاتت كنا حريصين جدا ان احنا نعمل دراما، او يعني نساعد ان احنا نقدم دراما كويسه على شاشه الدراما. اشتغلنا على فكرة ان احنا ما يبقاش الدراما موجودة في رمضان بس، يعني الدراما تبقى مستمرة، وان نقدر نوصل لقلوب الناس جوه البيوت، وان احنا نقدم حاجة ما حدش يبقى مكشوف منها. اشتغلنا على فكرة الاستمرارية، ان يبقى فيه دايما جديد، فيه دايما تطور. احنا انت عارفة كان عندنا الفترة اللي فاتت الصندوق الاسود،
وكان عندنا وموجود دلوقتي ألوان الطيف، وموجود أنا عشقت طبعا، وأدم وجميلة، ومسلسلات كلها بصراحة رائعة قدرنا نوصل من خلالها بقلوب الناس. بيت مصري. وبعدين أنا بشوف أنتوا لما بتبدأوا، يعني لما بتفتحوا السوق ده وأنتوا ناجحين كده والناس قاعدة بتتابع، وخارجة من أنا عشقت ونجاح وألوان الطيف وداخلة على رمضان، فأنت المشاهد معاك شده، مع كمان أنا شايفة بروموهات قوية جدا لرمضان. احنا طبعا رمضان السنة دي إن شاء الله هنفاجئ الناس بحاجات كويسة، وحريصين دايما ان احنا نبقى بنقدم برضو باستمرارية ان احنا نقدم حاجات كويسة. قدرنا نجمع ده السنة دي ان شاء الله في رمضان، والناس تبقى مبسوطة ان شاء الله في رمضان، ورمضان كريم. واخد كم مسلسل؟ يمكن البروموهات اللي نزلت، برومو هيفا وهبة، برومو غدا عادل، برومو طارق لطفي. كلمني عن الاعمال، لان انتوا لسه ما نزلتوش، ما بتطلعوش اللي عندكم كله مرة واحدة، بتاخدوا المشاهد حوالي. هو احنا حاليا اللي احنا نزلناه ونقدر نقول عنه هو مريم طبعا، هيفا وهبي، وحواري بوخارست، وعندنا طبعا العهد، مسلسل العهد. وإن شاء الله هنشوف مفاجآت أحسن، ورب دايما نكون بنبسط المشاهد ودايما نكون معاه إن شاء الله. سعيد إن الاستفتاءات الخارجية، والنهاردة برضو إن الجيل الجديد طالع اختار قناة النهار دراما مع وسط كوكبة من أحلى النجوم والسياسيين والإعلاميين اللي موجودين على الساحة، إنك تكون موجود النهاردة مع المجموعة مسؤولية ولا بتحس بسعادة ان انت مجهودك، انت يمكن اكتر واحد بشوفه موجود في القناة 24 ساعة، فده بيديك الاحساس بالطمأنينة ان انت ماشي في الطريق السليم. بصي اكيد هو دايما في كل ما بيحصل ان احنا تكريم او تطور في القناة بتدينا دفع الاحسن، وتخلينا دايما نبقى عندنا استمرارية ان احنا نبقى موجودين. احنا محتاجين بس ان احنا نقول للناس ان هي برضو زي ما احنا معاهم، ان هم لازم يروحوا القناة النهار دراما. احنا دلوقتي حاليا مقدمين المسلسل الهندي، يمكن الناس كانت معترضة في الفترات اللي فاتت على الهندي ودخول الهندي التركي انتوا كان كمان اول ناس خدتوا موقف من التركي ووقفتوه، كان انتوا كانت قناة الدراما كانت اول واحدة خدت. احنا اكيد احنا فعلا احنا خدنا الموقف ده، ويمكن لحد الان احنا ما دخلناش التركي الدراما. من الحاجات اللي يمكن في الفترات اللي فاتت كان منتشر طبعا في الأفلام، وكان له حب من الشعب المصري. السنة دي برضو احنا قدمين أخت هتلر على القناة العامة، وعندنا على الدراما فرصة تانية، وده عمل يمكن عمل رد فعل وحب الناس كبير جدا. احنا بنشكرك جدا، وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل واحد في قناة النهار طيب، من اول طبعا رئيس مجلس الإدارة علاء الكحكي لغاية كل انسان بيحب عمله في قناة النهار وعايز يقدم للجمهور احلى ما عنده، وفي انتظار دايما زي ما بيقولوا واللي جاي. بصي احنا في جيش كبير، انا عايز اقول ان في ناس كتيرة قوي ورا قناة النهار الدراما، ورا شبكة تلفزيون النهار، قدموا كتير جدا وما زالوا بيقدموا، ويعني ربنا يكرم ان شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك التك. ميرسي يا فندم. ميرسي لحضرتك. هذا البرنامج